رسمني في سرير وتكاتب الجامعات الألمانية إذا أخذت قبول في عقود الطب. قبلت من قبل جامعة كيل أقصى الشمال، فذهبت إلى كيل في نهاية شهر فبراير 1964. كان لدى محاسبة والسات تحضيرية. في هذه السنة أراد الوالد رجوع إلى جدة بناء على مرسوم بعرض الخدمة اللي يحب يرجع يسوي مدير شرطة أو ما بيرجع، قال ما بيرجع. فدخل يشتغل في الصحافة، كلف الملك فيصل ذاك إنه يشتغل في الصحافة، كان مسؤول عن البلاد. بس بالحد التحضيرية في المدرسة ثانوية عامة باللغة الألمانية زي الثانوية العامة عندنا، فكان بالنسبة لي ممل، أنا عارف كل شيء. كان ما حد كان في اللغة الألمانية انتهى باللغة اللاتينية، فقلت أجاوب أنا مثلا عارف زي الفرنسي. جيت في هذه السنة في الامتحان تحريري وشفاي ما جاء اسمي في اللغة اللاتينية، والطب إذا تأخذ نقلة ثانية ما تقدر تقبل. الله أكبر، ابن حلال يضحك، يا مستر يضحك. أنا نجحت بامتياز في اللغة الألمانية ما معه امتحان. إذا الجامعة حوالي 2600 طالب للقبول في كل الطب. أنا بسم يعني أجنبي بقية كل ألمان، هذا السفير ألمان. كنت بفاجئ اني رقم 6 في القبولين. دخلت الجامعة ضيع. احنا هنا في البلاد انا متعودين على حاجة يسموها سبون فيدينغ، ندي الطالب كل شيء يدرسه، ندي حاجة تحطها على السبورة العنوان حق المادة تسجل كما تبغى. وطعت انا عارف حايس. وفي واحد الماني وصاحبته واحد ثاني، قلت امشي معاهم شو كيف يدرسون. فتعلمت منهم أشياء كثيرة، كيف أتعلم أكتب كيف أتعلم وكأي كتاب يجيب على آخرين. وأسكوا بيت الطلبة مدينة جامعية، وكنت الله سلام يقولوا تولع النور وصف النور ما يحسبون بزاجة في متى أقوم متى أنام. كنت حاضر نصب عيني إني أحسن درجة عشان أبيض شوالدي.